بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم درس جديد من دروس دوره ياز اونلاين المقدمه من قبل فريق اسس، معكم خلدون يلداني. نحن مكملين ببحث الرياضيات، بحث الاعداد الاسيه او القوى، وحنحل هلا شويه امثله على الافكار اللي اخذناها بالدرس السابق. الفكره الرئيسيه او فكره مهمه جدا اخذناها بالدرس السابق انه وقت يكون عندنا a اس ناقص n ففينا نكتبها 1 على a اس n، وايضا وقت يكون عندنا 1 على a اس ناقص n فايضا فينا نكتبها a اس n. اذا العدد الاسي انا فيني طلعه على البسط او نزله على المقام بشرط اني غير اشاره الاس. ايضا في حال كان عندنا مثلا a على b اس n ففيني اكتبه b على a وبقلب اشاره الاس، يعني اشاره الاس او بغير اشاره الاس بتصير ناقص n. اذا نحن قلبنا الكسر لكن اشاره الاس اتغيرت. مثال، إذا كان عنا A أس ناقص 3 على 2 يساوي 64، أوجد قيمة هي الـ A قديش؟ إذا بدنا نوجد قيمة الـ A. هلأ الـ A ناقص A أس ناقص 3 على 2، يعني ناقص 3 على 2 كلها موجودة بالأس، يساوي الـ 64 هي 4 أس 3. 4 أس 3، أو فينا نساويها مثلا 2 أس 6، لكن خلينا مبدئيا نساويها 4 أس 3. شو بدي ساوي هلأ؟ بدي أخلص من هذا الأس أنا حتى أقدر طلع قيمة الـ A. هو بالأخير بده يعني طلع قيمة الـ A يساوي شغلة، فلازم أخلص من هذا الأس. فشو بساوي؟ بالعادة وقت يكون مثلا عندك مثلا A أس نص أو جذر الـ A، جذر الـ A مثلا يساوي 2، فلحتى تخلص من هذا الجذر شو بتساوي؟ بتجي بتربع الطرفين. فعليا انت وقت ربعت الطرفين يعني رفعت الطرف الاول لأس معين، بالتالي الطرف الثاني بيرتفع لهذا الأس. يعني انا حتى اقدر اخلص من ناقص 3 على 2 يعني ساويها 1 بالاحرى، الأس هون لازم يصير 1، فناقص 3 على 2 لازم اضربها ب ناقص 2 على 3 حتى يصير شو؟ 1. بصير بتروح 2 مع 2 و 3 مع 3 وناقص مع ناقص. شلون بقدر اضرب هذا الاس بهذا الشيء اللي بدي اياه؟ برفعه، يعني بقول a اس ناقص 3 على 2 قوة او اس شو؟ ناقص 2 على 3. تمام؟ شلون انا بضرب الاسس ببعضها؟ لازم ارفع اس الاس. ايه بالطرف الثاني شو بيصير؟ بالطرف الثاني ايضا لازم ارفع للقوة هي يلي انا ساويتها او انا اخترتها، ناقص 2 على 3. شلون اخترت انه انا لازم ارفع لهي القوة؟ لانه هي القوة حتجعل لي اس الاي 1، وقت اجي اضرب هاد الاس اللي هو هذا الكسر بهذا الاس حيصير معناه اي اس 1، فهي القوة اللي بدي اياها. فبما اني انا رفعتها لهذا الطرف فلازم ايضا ارفعها للطرف الثاني. هلا بيجي بضرب انا القوة هي اللي هي ناقص 3 على 2 بالقوة هي اللي هي ناقص 2 على 3، يعني A أس ناقص 3 على 2 ضرب ناقص 2 على 3. هي العملية كلها وين؟ بالأس. هي العملية يساوي 4 أس 3 ضرب شو؟ ضرب الأس هاد اللي هو ناقص 2 على 3. طبعا بتروح 3 مع 3 و2 مع 2 والناقص مع الناقص بيصفى معك A أس 1، يعني A يساوي بتروح 3 مع 3 شو بيصفى عنا؟ 4 أس ناقص 2. هي العملية كلها وين عم تصير؟ بالأس. فأنت كتير لازم تكون شاطر ب يعني أنت يعني تمام. فبالتالي A يساوي 4 أس ناقص 2، يعني A يساوي 1 على 4 أس 2. هي 4 أس ناقص 2، لاحظوا طبقنا هي القاعدة نزلناها للمقام فصارت 4 أس 2. 4 أس 2 يعني 16، يعني قيمة الـ A بتكون 1 على 16. السؤال اللي بعده، إذا كان عندنا 3 على 2 أس 1 ناقص X يساوي 27، أوجد مجال قيم X أو X بين شو وشو محصورة، يعني بين رقم ورقم يفترض يكون. هاي النوع من الأسئلة أكثر أنواع اللي هيك بتكون ثقيلة شوي، لذلك دائما هذا النوع من الأسئلة بينحل بالبلاطة. تعال نبلعط.
تشوفوا المقام هون عندي 2 أس 1 ناقص X، شو بساوي؟ حأفردها، حساوي 2 أس 1 ضرب 2 أس ناقص X يساوي 27. طيب هلأ 2 أس ناقص X أنا فيني أرفعها للمقام، هذا العدد الأسي اللي هو 2 أس ناقص X فيني أرفعه للمقام، والاثنين هاي حأضربها بال27 حسب خواص التناسب، فبيصير معنا 3 اللي هي هاد هاد ضرب 2 أس X زائد X صارت لأنه العدد الأسي رفعته للمقام يساوي 2 ضرب 27. أنا شو بدي أحسب؟ بدي أحسب 2 أس X، ف 2 أس X بتصير عنا يساوي 2 ضرب 27 تقسيم هذا العدد اللي هو 3، بتروح 27 مع 3 بيصفى معنا 9، بيطلع معنا قيمة الـ 2 أس X 18. إذا قيمة 2 أس X 18 معناتها القوة في قوة معينة عم برفعها للأساس 2 فعم يطلع معي 18. أنا بعرف ولأني حافظ إنه 2 أس 4 شو يساوي؟ يساوي 16، و 2 أس 5 شو يساوي؟ يساوي 32، تمام؟ 2 أس 4 16 و 2 أس 5 32، حافظهم هدول، أنا ما استنتجتهم استنتاج بامتحان. طيب ال 18 عم تكون محصورة بين ال 16 وال 32، معناتها إذا كانت ال 18 محصورة بين ال 16 وال 32 معناتها ال 18 ححط بدالها شو؟ 2 أس X، ال 16 ححط بدالها 2 أس 4، وال 32 2 أس 5. إذا ال 2 أس X طلعت معي 18، فبدل ال 18 حطيت 2 أس X، وبدل ال 16 حطيت 2 أس 4، وبدل ال 32 حطيت 2 أس 5. معناتها يا شباب يا شاطرين، ال X بين شو وما شو محصورة؟ أكيد حتكون محصورة بين هذا الأس وهذا الأس، يعني في عندي أس بين الأربعة والخمسة عم برفعه للأساس 2 عم يطلع معي 18. ليش؟ لأنه 2 أس 4 اللي هو الحد الأدنى 16، و 2 أس 5 32، وال 18 محصورة بين 16 و 32، معناتها الأس حصرا حيكون بين الأربعة والخمسة، بين الأس 4 والأس 5، الأكس محصور بين الأس 4 والأس 5. مثال تاني، إذا كان عندنا 4 ضرب 2 أس A زائد 1 ناقص 3 ضرب 2 أس A، هاي 2 كبيرة هيك موجودة تحت، 2 أس A زائد 3 زائد 8 ب 2 أس A زائد 2 يساوي قديش؟ أيوة شو بدنا نساوي؟ الأربعة هنخليها مثل ما هي، طبعاً هنفرض الاثنين أس A حساوي 2، 2 أس A زائد 1 حساوي 2 أس A ضرب 2 أس زائد 1، طبعاً الأس إذا كان زائد 1 ما بكتبه، إذا كان ناقص 1 بكتبه، أما زائد 1 أو 1 ما بكتبه، ناقص 3 ضرب 2 أس A ضرب 2 أس 3، هاد ليكو 3 زائد 8 هخليها مثل ما هي ضرب 2 أس A ضرب 2 أس، هلا 2 أس A كتبتها بعدين لازم شو أكتب؟ 2 أس 2. لاحظوا إنه في عنا حد مشترك بين الشباب كلها اللي هو شو؟ اللي هو 2 أس A، حطالعوا لبرا، حيصفى عنا هون 4 ضرب 2 8، الحد الأول إذا 8، الحد الثاني 2 أس 3 8 8، أو خلينا نكتب 3 ضرب 8، تمام؟ 3 ضرب 8، ليك هاي 3 ضرب 8 زائد هاد قديش؟ 4 ضرب 8، 4 ضرب 8، اعتبروا 8 بطيخة، في عندي بطيخة واحدة ناقص 3 بطيخات زائد 4 بطيخات، يعني هاي طريقة سريعة بالحساب، أحسن ما تضرب 8 بضرب 4 بيطلع معك 32، فهمتوا شو النقطة؟ فإذا أنا عندي 4 بطيخات وناقص 3 صار بطيخة واحدة زائد بطيخة تانية بطيختين، يعني 2 أس A ضرب بطيختين يعني 16، 2 أس A ضرب 16، بس هو ما بده هيك الجواب 16 ضرب 2 A، بده إياه على الشكل التالي، ال 16 هي 2 أس 4 تمام؟ ضرب 2 أس A،
بيجي هلا بجمع الأسس بيطلع معنا 2 أس A زائد 4. هيك بده جواب. شو عرفني إنه هيك بده جواب؟ لأنه الأجوبة بتكون محطوطة قدامك ومبين شلون بده جواب. مثال اللي بعده، إذا كان عندنا 3 أس 2 أس 5 زائد ناقص 3 مربع أس 5 ناقص ناقص 3 مربع أس 5 زائد ناقص 3 أس ناقص 5 أس ناقص 2 يساوي قديش؟ هلأ بهي التمارين أنت بتتعامل مع الإشارة لحال ومع الرقم لحال. هلأ هون ربكم حميد ما في إشارة أبداً، فمباشرة هذا الحد الأول بقدر أكتبه 3 أس 10. ليش 10؟ اجيت ضربت هذا الأس بهذا الأس، 2 ضرب 5 فصار معنا الأس 10 زائد. هلأ لاحظوا هاي الناقص مو متضمنة بقلب التربيع حسب ملاحظة حكيناها الدرس السابق، فيفترض تضل موجودة ناقص. طبعا هي متضمنة بهذا الأس اللي هو 5، بس الخمسة فردي، وقلنا انه وقت يكون الأس فردي فالإشارة بتضل مثل ما هي. لذلك مباشرة بقول 3 أس 2 ضرب 5 يعني 3 أس 10. إذا ضلت الإشارة نفسها. ليش؟ لأنه هي أولا مو موجودة بقلب التربيع، ثانيا موجودة بقلب الأس 5 بس الخمسة فردي، لذلك ضلت موجودة. ناقص ناقص 3. هلأ هاي الناقص مثل حنعالجها مثل ما عالجنا هاي. إذا ما لا موجودة بقلب التربيع بس موجودة بقلب الأس 5، بس الأس 5 فردي لذلك حتضل موجودة. إذا بصفى معنا 3 أس 10 ناقص 3 أس 10 زائد. هلأ هون الغلاظة شوي، ناقص 3 أس ناقص 5. هلأ خلونا نعالج الناقص. الناقص هاي ما لها علاقة بالناقص 5، تمام؟ مو موجودة بقلبها، بس هي موجودة بقلب الناقص 2، والناقص 2 هو أس زوجي. معناتها هي الناقص شو لازم تصير؟ لازم تصير زائد. إذا أنت بتعالج أول شيء الإشارة بالنسبة للقوى، بعدين بتشوف الرقم. 3 أس ناقص 5 أس ناقص 2 يعني 3 أس ناقص 5 ضرب ناقص 2 يعني 3 أس زائد 10، لأنه ناقص 5 ضرب ناقص 2 زائد 10. ايه شو صار معنا؟ صار معنا 3 أس 10 ناقص بالزائد ناقص 3 أس 10 زائد 3 أس 10 زائد 3 أس 10. بتروح 3 أس 10 مع ناقص 3 أس 10 فبصفى معنا 2 ضرب 3 أس 10. عندي 2 3 أس 10، فالجواب إذا 2 ضرب 3 أس 10. سؤال بعدهم، إذا كان عندنا 1 على 2 أس X ناقص 1 زائد 6 على 2 أس X زائد 2 على 2 أس X ناقص 2 يساوي 64، أوجد قيمة الـ X. حسب القاعدة اللي حكيناها من شوي إنه أنا فيني أقلب وأقيم وحط، هاي الاثنين فيني طلع على البسط. طبعا في كذا طريقه لحل هذا التمرين، وكل استاذ بيحل شكل مشان ما حدا ايوه. فحنطلع الاثنين هاي لفوق، تمام؟ فطلع الاثنين لفوق، شو يفترض يصير؟ يفترض اضرب هذا الاس بسالب ساوي شو؟ اضربه بناقص، تتغير اشارته. فاضرب انا a ناقص b، اذا كان عندي المقدار a ناقص b واضربه بناقص شو بيصير فيه؟ بيقلب بيصير b ناقص a، تمام؟ فبالتالي هي حتصير 2 أس 1 ناقص X. عرفتوا شو اللعبة؟ عرفنا شو اللعبة. ضربنا الأس بناقص فبصير معنا ناقص X زائد 1، يعني فعليا 1 ناقص X زائد 6. كمان حطلع هاي الاثنين للبسط فبتصير 2 أس ناقص X. كمان هاي حطلع على البسط فبصير معنا 2 ب 2 أس قديش؟ برافو، 2 ناقص X، لأنه ضربت الأس بسالب فقلب، بصفى معنا 64، هخليها مثل ما هي مبدئيا. طيب حنفرض هلأ هون حنساويها 2 أس 1، ما حنكتب الواحد مثل الجدمان، كتبناه ومشي الحال صرنا جدمان. ضرب 2 أس ناقص X زائد 6 ضرب 2 أس ناقص X زائد 2 ضرب 2 أس 2
ضرب 2 أس مع أس إكس يساوي 64. هنطلع ناقص إكس شو عامل مشترك، فبيصفى عنا هون 2، هون بيصفى 6، وهون بيصفى 2 ضرب 2 أس 2، 4 ضرب 2 8 يساوي 64. إيه 8 زائد 2 10 زائد 6 16، فبيصير معنا 16 2 أس ناقص إكس ضرب 16 يساوي 64. بقسم الطرفين على 16 بيصير معنا 2 أس ناقص إكس يساوي 64 تقسيم 16 4، يعني 2 أس 2. ها صار عندي 2 أس ناقص إكس يساوي 2 أس 2. لاحظوا إنه الأساس نفسه، معناتها الأسين لازم يكونوا شو نفسهم، فبنستنتج إنه ناقص إكس يساوي 2، بضرب الطرفين بناقص فبصير معنا إكس يساوي ناقص 2. طريقة ما لها طويلة يا ابني، طريقة كتير قصيرة، بس نحن عم نحل مثل ما قلنا بتفصيل ممل. في عندنا قاعدة حبابة ظريفة، قال إذا كان عندنا A أس M يساوي B أس X، قاعدة ها قاعدة، وعندنا أيضا A أس N يساوي B أس Y. لاحظ أنه هون أس A بهي المعادلة بهذا الطرف الأول نفسه الـ A، بس الأساس بس الأس مختلف. وأيضا هون يعني أنت عندك مثلا A أس M يساوي B أس X على أساس أعطيت مثال أنا، وعندك A أس N يساوي B أس Y، فأنت بيحق لك ما حدا بيعرف ليش تيجي تقسم هذا الأس على هذا الأس. طبعا نعرف ليش بس ما حنحكي ليه. إذا بتقسم هذا الأس أس الـ A على أس الـ A يساوي أس الـ B على أس الـ B X على Y، تمام؟ إذا أنت عملت تناسب من الأسس. شلون نستفيد منها بحل التمارين؟ يا رب بسم الله. هي عندنا مثال، إذا كان عندنا A أس 2 A ناقص B يساوي 8، وأيضا عندنا A أس B يساوي 2، أوجد A، أوجد شو A. بدي استخدم هاي القاعدة، مبين أشكرا أنه حنستخدم هاي القاعدة، طبعا في طريقة تانية لكن هاي القاعدة أسهل. لازم حول هذا الشكل لأساسين نفسهم حتى أقدر استخدم القاعدة، يعني لازم يكون هون الأساس مثلا إذا كان هون 2 ما فيني ألعب أكثر من هيك بهي الاثنين، بس الثمانية فيني ألعب فيها، فيني يساوي الأساس 2. شلون؟ الثمانية هي 2 أس 3، فأكتب هذا الطرف هيك 2 A أس 2 A ناقص B يساوي الثمانية، إذا حنكتبها 2 أس 3. هون الأس قديش؟ 1، فحطبق القاعدة، هأخذ هذا الأس على هاد، يعني هقول إذا 3 على 1، إذا أخذت هذا الأس على هذا الأس، لاحظوا كمان هون هذا الأساسين نفسهم، فهأخذ هذا الأس على هذا الأس. طبعا إذا أخذت هذا الأس أول أو حطيته بالبسط، فالطرف الثاني كمان الأس تبعه لازم يكون بالبسط. فيك تأخذ 1 على 3 يساوي B على 2 A، نفس الشيء يعني بالآخر من خواص التناسب إنه أنت بتقدر تقلب الكسرة. فإذا بيصير معنا 2 A ناقص B على B، من خواص التناسب الجميلة إنه بقدر أضرب طرفين بالوسطين، بيطلع معنا 2 A ناقص B يساوي 3 B، أي أن 2 B أو 2 A يساوي 4 B، أي أن ال A يساوي 2 B، أي أن ال A أو ال B يساوي A على 2. يا سلام، انت وقت يطلع معك تمرين مجهول بدلالة الآخر اعتبر انه التمرين حل. ليش؟ لانه انت هلأ حتجي تعوضه مثلا وين؟ هاي قاعدة ما منعود، منعوضه هون، تمام؟ حقول بدل البي حعود شو؟ اي على 2. حيصير معنا الاساس اي بدل البي حعود اي على 2 يساوي شو؟ يساوي 2. شلون بدي اخلص من النص؟ انا بضرب باثنين، يعني بضرب هاد بربعه وايضا هاد بربعه، فوقت بربع شو حيصير؟ حتجي الاثنين تنضرب بهذا بهذا الكسر، فحتروح 2 مع 2، فبيصفى معك A أس A
يساوي 2 أس 2. جيبوا رف صغير ببين معه أنه الـ A يساوي 2، لأنه لاحظوا أنه الأساس نفسه والأس نفسه، فأكيد يعني أشكرا الـ A تساوي 2. سؤال بعده، إذا أو القاعدة، قاعدة X أس N يساوي Y أس N. إذا كان عندنا X أس N يساوي Y أس N، القاعدة، في قاعدة بتشبهها أخذناها لما يكون عندنا X أس M يساوي X أس N، الأساسين نفسهم والأسين مختلفين، فإذا كان الأساسين نفسهم فيفترض أنه الأسين أيضا يكون نفسهم. هون القاعدة جاية بالعكس، الأساسين مختلفين لكن الأسين نفسهم. لاحظوا أنه الأس، وقت يكون عندي عددين أسيين، الأس متماثل بالعددين لكن الأساسين مختلفين، فأنا بستنتج ما يلي: إما X يساوي Y، إمتى؟ إذا كان الـ N اللي هو الأس فردي. ليش؟ لأنه الفردي بيحافظ على الإشارة، تمام؟ إذا X يساوي Y في حال كان الـ N فردي، أما في حال كان الـ N جوزي فبيكون إما X يساوي Y أو هاي الإشارة، إذا شفت هاي السبعة يعني أو اجتماع، فيكم تقولوا X يساوي Y أو X يساوي ناقص Y. إذا إما X يساوي Y أو X يساوي ناقص Y. لذلك نحن مثلا وقت يكون عندنا معادلة يساوي X مربع يساوي 4، عندنا هالمعادلة وبجزر الطرفين، فبقول إما X يساوي زائد 2 أو X يساوي ناقص 2. ليش؟ لأنه الأس زوجي. بس وقت يكون عندنا X أس 3 يساوي 8 فمباشرة بقول X يساوي 2، تمام؟ طيب نشوف مثال صغير على النقطة. إذا كان عندنا 2 X ناقص 4 أس 2 يساوي 2، أوجد سيجما X. شو يعني سيجما X؟ يعني أنا بطلع كل القيم الممكنة أو كل الأجوبة لـ X وبجمعهم مع بعض. سيجما يعني جمع، بجمعهم مع بعض بيطلع معي الناتج. فأنا لاحظوا أنه الـ 2X ناقص 4 هخليها مثل ما هي، الـ 16 حساويها 4 أس 2. ليش ما ساويتها 2 أس 4؟ مشان أقدر حل التمرين، مشان أقدر حوله لهي القاعدة. إذا ساويتها 2 أس 4 ما حينحل معي، فساويتها 4 أس 2. فلاحظوا أنه الأسين صاروا متماثلين وهنن شو؟ جوزي. فإما 2X ناقص 4 يساوي 4 أو 2X ناقص 4 شو يساوي؟ ناقص 4، تمام؟ فهون ننقل 4 على الطرف الثاني من إيه منحطه بيطلع معنا X يساوي 4، وهون أيضا من إيه منحطه بيطلع معنا X يساوي 0. فمن هدول الاستنتاجين بستنتج أنه سيجما X يساوي 4 زائد 0 ويساوي 4. طلع عندي قيمة لـ X، أول قيمة 4 والاحتمال الثاني ممكن تكون عندنا 0. قاعدة ثانية، وتكون عندنا X أس Y يساوي 1، وتكون عندنا X أس Y يساوي 1، فأنا قدام ثلاثة احتمالات: إما X يساوي 1 أو Y يساوي 0 أو X يساوي ناقص 1 بشرط، كتير مهمة هاي، بشرط الواي تكون زوجي، الأس يكون زوجي، تمام؟ إذا ما تكون عندي أنا X أس Y يساوي 1، في عنا هاي الحالة الأولى لازم ناقشها، أنه الأساس يكون 1. الحالة الثانية ممكن الأس يكون 0. الحالة الثالثة أنه في احتمال يكون الأساس ناقص 1 بس بشرط يكون الواي زوجي. لذلك إذا ما كان مبين معك بالتمرين أنه الأس زوجي ولا لا فما بتراعي هي الحالة، مثل ما حنشوف بالمثال التالي. إذا كان عندنا 2 أس X، 2X ناقص 5، 2 ضرب X يعني ناقص 5 أس X مربع ناقص 4، إذن بالبسط أو بالأس موجود X مربع ناقص 4 يساوي 1
أوجد سيجما إكس. لاحظوا أنه أنا عندي عدد أسي عم يعطيني واحد، فأنا لازم راعي هدول الحالات الثلاثة، إما الأس أو إما الأساس واحد، أو الأس صفر أو الأساس ناقص واحد بشرط أنه الأس زوجي. خلونا نراعي الحالة الأولى اللي هي شو الأساس واحد، إما 2x ناقص 5 يساوي شو؟ هذا الأساس يساوي واحد، بنقول 5 للطرف الثاني بقيم بحط بيطلع معنا x يساوي 3. إذن إما الأساس واحد أو الأس صفر، فبيطلع معنا x مربع يساوي 4. إذن في عنا حالتين هون، إما x يساوي ناقص 2 or x يساوي زائد 2، أو يكون الأساس يساوي ناقص 1. بس دقيقة، هاي الحالة باخدها إمتى؟ وقت يكون الأس زوجي. طيب هون الأس زوجي شي؟ مو مبين معي إذا زوجي ولا فردي، يعني ممكن يكون زوجي ممكن يكون فردي. لذلك في حال ما كان مبين معك إنه زوجي أو فردي، ما بتاخد هاي الحالة، تمام؟ بتوقف خلص لهم. فبالتالي شو قيم الاكس اللي طلعت معنا؟ طلع معنا 3 ناقص 2 2، فبتكون سيجما اكس يساوي 3 ناقص 2 زائد 2. ليك هي ناقص 2 ناقص، هي لازم تكون زائد، بس بما انه ناقص فالناقص بزائد. المهم بصير معنا الجواب 3 اخر شيء. اخر قاعده حنحكي عنها وما حنعطي عنها مثال، الدرس الجاي ان شاء الله حنحل امثله كتير. قاعدة بتقول إذا كان عندنا x أس A يساوي y أس B، دقيقة شو الحالتين اللي أخذناهم نحن وقت يكون عندنا عدد أس يساوي عدد أسي؟ يا الأساسين مثل بعض يا الأسين مثل بعض. طيب إذا لا كان الأساسين مثل بعض ولا كان الأسين مثل بعض، مثل هاي الحالة، يعني لاحظوا أنه الأساسين مو مثل بعض والأسين مو مثل بعض، ايه شو العمل؟ قال هاي الحالة بتكون صحيحة بحالة واحدة فقط، يعني هدول العددين الأسيين بيكونوا فعلا متساويين بحالة واحدة فقط، انه يكون الأسين صفار. وقت يكون الأسين صفار حيطلع معك واحد يساوي واحد. ايه اوكي، يعني مثلا اذا كان عندك انت 5 أس مثلا A يساوي 3 أس B، شوفي أنا شوفي أس ممكن أرفعه للخمسة وأس ممكن أرفعه للثلاثة يطلع معي المتساويين هدول، ما في. لذلك لازم تكون الأي صفر والبي صفر، يعني لازم يكون عندنا خمسة أس صفر يساوي ثلاثة أس صفر، بهالحالة بيطلع معنا واحد يساوي واحد. إذن وقت يكون الأساسين، وقت يكون عندي أول شيء عددين أسيين، هذا عدد أسي وهذا عدد أسي، وقت يكون عنا عددين أسيين، على أنا عم شوبر على أساس إنه أنتوا شايفين، إذا وقت يكون عنا عددين أسيين متساويين والأساسين والأسين مختلفين، فيا أخي ما في غير إنه الأسين صفار، A تساوي B، يعني الأس الأول يساوي الأس الثاني ويساوي الصفر. هيك بيكون انتهى هذا الدرس، بتمنى لكم كل التوفيق.